انا المدير التنفيذي للنادي الاهلي المحترم اللواء شيرين شمس، برحب بحضرتك يا فندم. كابتن شادي، ازي حضرتك؟ انت عارف انا على الهوا بقول لك كل حاجه. بس انت على الهوا برضه بتضرب حتت كده بتبقى جامده. ماشي ماشي، انت بتهرب مني من النهارده الصبح ومش سيادة اللواء طمني، انا عارف هبقى فتان شويتين بعد المباراة، على طول عملت اتصالات عشان تزود العدد، وكان في كلام مع مدير امن اسكندرية مع قيادات من وزارة الداخلية، وبسرعة انا شفت الكلام ده كله، واسمح لي بقى عشان نعرف جماهيرنا كل حاجة. عملت ايه النهاية؟ العدد الجماهير هيزيد ان شاء الله. لغايه دلوقتي ما جاليش الرد لسه، بس يعني في كل الاحوال هو مش هتقل عن 50 المره اللي فاتت. في كل الاحوال يعني ما نتعشم موافق جينا ب 60 او 70، بس يعني انا مرتب اموري على 50 ماشي، 60 ماشي، 70 ماشي، يعني مرتب اموري في كل الاتجاهات، عشان زي ما انت شايف النهارده الثلاث الماتش يوم السبت ان شاء الله، عندي اربع وخميس بس عشان الحق. يعني التذاكر لسه ما جاتليش من مطبعه، لان الكلام ده حضرتك كان امبارح، ماتش خلص اول امبارح، فالموضوع يعني مزنوق جدا وصعب جدا. وحكايه ان ماتش السبت دي عملت لي انا مشكله شخصيا يعني. وبعدين لسه طبعا حضرتك عارف الشباب والرياضه لسه بيختموا، ومدرسه اسكندريه لسه بتختم، فيعني يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله. انا لسه يعني لسه متخلص النادي، يعني ما فيش من لسه حالا يعني. سيادة اللواء، عن التذاكر هتبقى موجودة امتى؟ عشان ده مطلب جماهير انا عايز اقول لحضرتك. بس انا قبل ما اتكلم في اي حاجة للأمانة خليني برضو اقول كلمة حق، لان انا دايما اللي يتعب ويبذل مجهود وينظم لازم اديله حقه، لان دي مدرسة النادي الاهلي. انا بشكرك على النظام والانضباط اللي كان موجود، بشكر حضرتك حتى على مستوى الاجتماعات الأمنية، الترتيبات اللي قبلها وبتسافروا قبل وبعد كده ترجعوا مصر تاني وبعد كده تسافر تاني مع الفريق، في مجهود مبذول، في نظام، ودايما اللي عايز نجاح او عايز يوصل لهدف بالالتزام والنظام اللي احنا نعرفه. فانا عشان شهادتي اكيد مجروحه كقناه النادي الاهلي، لكن لازم اديك حقك على الشاشه، من نظام الانضباط حتى القعده في المقصوره، الضيوف، السهوله، اي حد يحصل له. انا شفت موقف بقى، خليني يعني وانت معانا سياده اللواء، كان في البعض عنده مشكله بره جامده جدا، وتدخل اللواء شيرين شمس اللي الناس دي تدخل عشان ده جمهوره، قال له ده جمهورنا انا ما اسيبهوش، انا احترم ده جدا اللي يخاف على جمهوره. فمن هنا لازم اديك حقك، انا بشكرك شكرا جزيلا على الاقل على الحاجات اللي انا قلتها والواقع اللي انا شفتها يا سياده اللواء. لا شوف اقول لحضرتك على حاجه، اولا يعني النادي الاهلي او فريق الكوره في النادي الاهلي بدون جمهور حاجة والجمهور حاجة، يعني الجمهور أنا بعتبره إن هو بطل المباراة، المباراة السابقة مباراة النجم الساحلي. وبعدين الناس عانت وجاية من السفر، اللي جاي في ميكروباص واللي جاي في أتوبيس واللي جاي في قطر، مش معقولة بقى نوصل لغاية هناك، ويعني حتى لو العدد بنحاول إن إحنا نساعد الناس على قدر الإمكان. يعني. نمرة اتنين اللي حضرتك بتقوله ده طبعا ما ينفعش، إنه يعني هو مش موجه ليا، موجه لزملائي كلهم، سواء كان يعني ابتداء من وليد مهدي الازهر حد موجود في النادي، انا من غير دول ما اقدرش اعمل حاجه لوحدي خالص، فده مجهود زملائي قبليه بكتير يعني. انا مجرد ان انا بس بشرف او بحط نظام او بشرف على نظام او بحط فكره، لكن في الاخر التنفيذ هم اخواتي وزملائي هم اللي بيعملوا الكلام ده كلهم. وبعدين دي حضرتك منظومه ماشيه طول عمرها في النادي الاهلي، دخلنا ممكن حد يضيف فكره، ممكن حد يحاول يظبط نظام اكتر شويه، لكن في الاخر هي سيستم ماشي في النادي كلنا ما بنخش نمشي فيه يعني. ده النادي الاهلي كده. ومشكله دايما زي ما حضرتك لما كنت بتلعبه، لما انت تلعب في النادي الاهلي بيبقى عندك مشكله انك انت المركز الثاني ما بتفهموش، ما تعرفوش، انت عايز تكسب بطوله، وبالتالي برضو اللي مش بيلعب، اللي بيقعد بينظم فوق، مشكلته ان هو عايز يبقى احسن حاجه في مصر وفي الدنيا، ان هو احسن واحد بينظم واحسن شكل يكون. انا مش معقوله النادي الاهلي فرقه الكوره عامله كده، والنادي ده مستوى الانشاءات و و واجي انا ابوظ في الدخول والخروج وابوظ المنظر، لانه في الاخر مصر كله بيبقى النادي الاهلي، لا شيرين ولا شادي ولا وليد ولا اي حد، هو النادي الاهلي. سيادة اللي هو الاجتماع الامني كمان عايزين نعرف امتى ان شاء الله. يعني انا بحاول حضرتك، هما يعني المفروض انه كان يبقى الخميس، فانا بحاول اجله على قد ما اقدر عشان قصه التذاكر اللي بحاول انها تبقى موجوده بكره على بعد الظهر ان شاء الله. يعني اذا هتبقى في توزيع الخميس كمان، وعندنا مجلس اداره الخميس، فالدنيا مكركبه يعني فوق دماغي، فبحاول اخره الخميس على قدر على قد ما اقدر، يعني ان انا احاول يبقى بالليل، وبين الجمعه في اجتماع تاني ان شاء الله.
طبعا برضو الحاج عامر حسين، الحقيقه انا اول ما عرفت ان الماتش الثالث امبارح كلمته، لان يوم الجمعه المفروض انه الوداد عنده تدريب. لا هو في حاجه تانية، في الاسماعيلي والمصري عنده ماتش في برج العرب، فكان استعسبتها، فهو مشكورا قدمه على اساس ان الواد يتمرن، الوداد يتمرن الساعه 7 وبعد كده الاهلي يتمرن الساعه 8. فيعني طبعا هو اصل حكايه السبت دي عملت لنا كلنا مشكله. امبارح برضو سياده المستشار مرتضى منصور طبعا بيتكلم ان هو بيطالب ان مباراته مع وادي دجله انها تتاجل عشان يخلي يعني وده شعور كويس ان كل الزملكاويه وكله اللي هيقعد يشجع هيشجعوا النادي الاهلي يتفرجوا. فواضح انه في حاله في مصر كلها واقفه، مصر كلها خلف النادي الاهلي، وان شاء الله يا ان رب شاء الله يا رب يا نفرحهم رب. باذن الله. الوداد هيوصل امتى ان شاء الله؟ المفروض هيوصل الخميس ان شاء الله، يعني هم ما اكدوش الميعاد بس ده اللي انا عارفه. ايه فعلا طياره النادي الاهلي كمان، النادي الاهلي بيتكلم، انا عارف حضرتك برضو عشان ندي الناس التفاصيل، عشان في البعض بيجهز نفسه، انت عارف جمهور الاهلي كمان في الثقافه دي اللي احنا بنساعدهم فيها، اللي يسافر ورا فرقته مهم جدا جماهير الاهلي تبقى موجوده. السفر بالنسبه للنادي الاهلي بعد المباراه كمان في طياره خاصه ولا لا هيسافروا زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ كل مره بيظبط الدنيا؟ لا بص حضرتك، هو بالنسبه للكابتن سيد والكابتن سمير علي غالبا هم هيسافروا من تاني يوم عشان يروحوا يشوفوا الفنادق هناك، لان هم عايزين يشوفوا على ارض الواقع يعني. فهم هيسافروا تاني يوم المباراه يعني، ان شاء الله بنحاول نحجز لهم. بالنسبه للفريق ان شاء الله هيسافروا الاربع، يتمرنوا الخميس والجمعه في الدار البيضاء ان شاء الله. بالنسبه لحكايه الطياره الخاصه، بص حضرتك تعرف الطياره الخاصه فيها ميزه لما بيكون في ترانزيت او مسافات بعيده، لكن القاهره الدار البيضاء هو خط طيران مباشر، فاصبحت الطياره الخاصه غير ذات قيمه يعني. تقدر حضرتك دايركت الطياره الخاصه، تمام تمام لا لا، وبعدين الطياره الخاصه برضه حضرتك انت عارف بتبقى طيارات صغيره، مسافه 5 ساعات برضه ما هياش فتره صغيره، فعشان برضه اولادنا ما يوصلوش لعيبه تعبانين انها طياره صغيره وبتبقى، فبدل في خط مباشر ما بيبقاش فيه تعب، فلا هناخد طيران منتظم ان شاء الله. بسيادة اللواء مرة تانية أنا بشكر حضرتك جدا، وخلي بالك أنا من 10 الصبح عندك بكرة، لأن الرسائل جاية كتير جدا، واللي أنت وعدتني بيه المرة اللي فاتت أنا والله ربنا يعلم عملنا إيه، وحاجة تخص التذاكر إحنا مش بنميل لقصة المسابقات، لكن الفوز بيخلي جماهير النادي الاهلي تبقى عايزه تروح اكتر واكتر، وانا عارف كميه الضغوط اللي تبقى عليك انت الاستاذ وليد مهدي في قصه التذاكر، لكن مره تانية وتالته ومليون حاجه مشرفه، حاجه محترمه نظام السيستم ده، ريحنا من قصه اللي انت تقف طابور وتهين المشجع المحترم اللي هو بيحب ناديه، لكن خلاص حضرتك قلت ان شاء الله هتستلم مجموعه من التذاكر بكره، عشان بس الناس تبقى عارفه، طلعت اشاعه النهارده والناس هتبتدي تروح النادي، قلنا التذاكر لسه ما اتطبعتش الكلام ده. يعني انا بقول لحضرتك اتعشى منها تبقى بكره اخر النهار، اتعشى لسه التذاكر ما جاتليش، فلسه هتتختم هنا مديريه شباب الرياضه وبعدين اصفرها اسكندريه. تمام تمام، يعني اتعشى بحاول، لكن هي الشكل العام بيقول انها هتبقى موجوده خلص. الشكل العام بيقول كده يعني، احنا بنحاول يعني، قاعدين ناس بعربيه وقاعدين ناس مندوبين يعني، يعني قاعدين جاهزين لكل حاجه يعني. سيادة اللواء انا مره تانية وثالثه ومليون بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللواء شيرين شمس.